لا يفوتني التدكيك في هذه المناسبة الدستورية على أن التعاطي الحكومي مع قضايا تشغيل الشباب ورفع من نسب انخراطهم في ميدان الشغل لم يكن أبدا مجرد شأن ذو طابع ثانوي، بل تم منحه المكان الذي يستحقه وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات العمومية. حضرات السيدات والسادة، إنما حققته مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية من نجاحات كبرى ومن تقدم هام سينعيش بلا شك توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة نحو تيسير شروط الإدماج الاقتصادي في وجه الفئات الباحثة عن مصيب شغل لتمتيعهم بأعلى مستوى ممكن من العيش الكريم، وهو المسار الذي سيتيح التغلب على الصعاب مهما كان حجمها، كما سيمكن من رفع سقف آمالنا وطموحاتنا المستقبلية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.